وسهلا فيكم مشاهدي كنوز خانة، معكم سانجيف كابور. عادة منحضر بالبيت الترويقة، الغداء أو العشاء، بس بأيامنا هيدي ما في وقت محدد لأي وجبة. في ناس بيقولوا إنه لازم ناكل وجبة كل ساعتين، مش مشكلة، أنتوا اللي بتقرروا أيمتى لازم تاكلوا وأيمتى لا. بس أكتر شي بيشغل بالنا هو شو لازم نقدم لأولادنا لما يرجعوا من المدرسة. بدنا نقدم لهم أكل بيحبوه، أكل سهل تحضيره، أكل بغذي، وكمان ما ياخد وقت لنحضره. فضل إنه هيك أطباق تكون محضرة من قبل، بس بما إنه ما في وقت خلونا نشوف شو فينا نعمل حتى نساعدكم. هيدا الطبق أنا دايماً بحضره ببيتي، وكرمل هيك رح شارككم طريقة تحضيره بنفسي. حبوب ماش الخضرة، حبوب كاملة وصحية كتير، وتتكون طريقة تحضيرها سهلة. لازم ننقعها قبل بليلة من تحضير الطبق، وتاني يوم الصبح بس نوعها منسلقها. تقريباً كل الأولاد بحبوا هالأكل كتير، لكن نقعنا حبوب ماش الخضرة، نقعناها كل الليل بالمي، وبعدين زدنا لها ملح وسلقناها. لازم تنتبهوا منيح إنه ما تسلقوها كتير، يعني لازم تكون ناضجة بس بلا ما يتغير شكلها. شوفوا هيدي الحبة نضجت كتير منيح. وهلأ بدنا ناخد هيدا الجاط ونحط فيه البصل المفروم، وبدنا نزيد فوق البصل حبوب ماش الخضرة المسلوقة. ومع أنه عم نحضرها للولاد، بس فيهم الكبار ياكلوا منها كمان. نرجع منحط شوية ملح، وهلأ منرش عليها بودرة الفلفل الأحمر الحار ومنخلطهم. وهلأ لازم نزيد شغلة واحدة بعد لحتى تصير رطبة وما تكون ناشفة، بدنا نزيد لها كاتشب. كل الولاد بيحبوا الكاتشب، وهلأ منخلطهم. وتنعطي الخليط نكهة طيبة منحط كم ورقة نعنع، وفيكن إذا بدكن تزيدوا كم ورقة كزبرة، بس النعنع بيعطيها نكهة مميزة. نحن مننقيهم ورقة ورقة ومنرجع منفرمهم، مش ضروري يكونوا كتير ناعمين. منزيدهم على الجاط، وهلأ صار وقت إنه نخلطهم. بدنا نحشي الخبز بهيدا الخليط. جبت توست، فينا نستعمل توست عادي أو توست أسمر. هلأ منحط التوست بهالشكل، أربع قطع حد بعضهم، ومنزيد الحشوة. بالنسبة للحشوة حطوا كمية كبيرة منها وما تجربوا تقللوا. لكن حطينا حشوة حبوب الماش الخضرة، تعرفوا إنه الولاد بيحبوها كتير وتتصير أطيب بعد. فيكن تزيدولا شرائح الجبنة مثل ما عم تشوفوا قدامكن. أنا ما حطيت زبدة، ما في لزوم. منحط قطعة التوست التانية فوقن ومنكبس عليها، وعلى هيدي كمان قطعة جبنة، قطعة توست تانية، ومنكبسن منيح تيثبتوا. أنا برأيي صاروا جاهزين لحتى نشويهم. منحط شوي زيت على الشوي، حطينا التوست، منحط فوقهم شوية زيت ومنسكر الشوي. وهلأ لازم نتركهم لحتى يحمروا، بس ينشووا من الميلتين ويتحمروا، ساعتها بيصيروا جاهزين لحتى يتقدموا. فينا نسلق حبوب الماش الخضرة قبل بوقت، وفينا نلاقي التوست بسهولة. بيكفي إنه نخلط شوية مكونات ومنقدمها سخنة، والولاد بيحبوها. هي سريعة طيبة وبتشهي وصحية. اكتبوا المكونات وطريقة التحضير. فيكن تاكلوا أنتوا كمان مع الولاد، رح تحبوها. لتحضير هالطبق نحن بحاجة لكباية من حبوب ماش الخضرة، أربع قطع توست طري، شرحتين جبنة، ملح حسب الذوق، بصلة وسط مفرومة، نص ملعقة صغيرة من بودرة الحر الأحمر، ملعقتين كاتشب، عشر ورق نعنع أخضر، وملعقتين كبار زيت. منغلي حبوب الماش بخمس كبايات مي وملح لحد ما يستووا ويصيروا طرايا، ومنصفيهم من المي. منحط البصل المفروم بجاته ومنزيد فوق حبوب الماش
بودرة الحر الأحمر وكاتشب، ورق نعنع أخضر مفروم ومنخلط. منحط 4 شرحات توست على الطاولة، منمرق خليط المونج على 2 منهم، منحط فوق كل وحدة شرحة جبنة ومنغطيهم بالتوست. منسخن الشواية، منرش شوية زيت عليها ومنحط التوست، منشويهم لحد ما يصير لونهم ذهبي، منقطعهم لمثلثات ومنقدمهم. بعد الفاصل رح نحضر طبق الخبز الفرنجي الأسمر مع البندورة والبصل. أهلا وسهلا، كنوز خانة برحب فيكن عن جديد. أنا سنجيف كابور، وهلأ صار وقت نحضر وجبة خفيفة بعد الغداء. اسمعوا، الوجبات الخفيفة بعد المدرسة أو بعد الغداء بتشكل فئة بنفسها. كلنا منحب بعد الغداء أو قبل العشاء ناكل وجبة خفيفة وتكون طيبة وبتشهي كمان. كرمل هيك رح خبركن عن وجبة بكلها من أنا وصغير. هيدا الطبق كان المفضل ببيتنا وبعده لحد هلأ، مناكل دايماً منه كوجبة خفيفة وبيحيلا وقت. وهلأ رح شارككن هيدا الطبق، هو كتير بسيط بس طيب كتير، ورح تلاقوه إنه أطيب شقفة لحمة بالعالم ما فيها تنافسه. هو طبق هين كتير. لتحضيره حطوا شوية زيت وحبوب كمون، وهلأ بدنا نستعمل الخبز. فيكن تستعملوا الخبز الأبيض أو نوع تاني، أنا بستعمل الخبز الأسمر الطري، وفيكن تعملوا نفس الشي. وهلأ بدنا نقص الخبز بالنص بنعومة، بس لازم تنتبهوا كتير منيح إنه ما تقصوه على الآخر. هيدي شغلة بسيطة ووصفة ناجحة كمان. لكن بنقص الخبز بهالشكل من النص وعمهلنا. وهلأ منشوف حبوب الكمون. استووا الحبوب، منزيد البصل اللي مقطع جوانح ومنحركن، ومننطر ليصير البصل طري. بالملعقة فيكن تفصلون عن بعض. منرجع منحط شوية ملح، بدنا نزيدلن البندورة الحمراء ومنكون مقطعينها لشرائح، منزيدها فوق البصل هيدي البندورة ومنحركن. صار عنا البصل والبندورة، وهلأ صار لازم نحطلن ملح وبودرة الفلفل الحار الأحمر. الملح حسب الذوق، الفلفل الحار ما تكتروا منه كتير. وهلأ منخلطن منيح. حضرت مقلية تانية هون حدة لحتى سخن عليها. صارت البندورة رح تستوي تقريبا، وهلأ صار فينا نحطلها رشة سكر. فإذا ملح، فلفل أحمر حار، ورشة سكر. منخلطهم كتير منيح ومنتركهم شوي على النار. مدوا الزبدة على الخبز إذا بدكن، بيعطي نكهة طيبة. وفينا كمان نعملها بلا زبدة. وهيك صار الخليط جاهز. تذكروا منيح، ما لازم نطبخ البصل والبندورة كتير، لازم يضل فيهم مرقة وطراية. وهلأ مناخد الخبز يلي كنا محضرينه، منشيل المقلاية ومنبلش نحشي. رح احشي الخبز الطري بهالشكل. إذا بدكن فيكن تحطوا شقفة زبدة على المقلاية وتحطوا الخبز عليها بهالشكل. منعمل التاني، حشوة البصل والبندورة، زبدة والخبزة. في عنا طريقة تانية وهي كتير بسيطة. لحتى نعملها مناخد ملعقة كبيرة، وشو منعمل؟ منكبس على الخبز هيك، ومن بعدها نرجع منقلب الخبز على الميل التانية. خليكن عم تقلوه لحتى يصير يقرقش. بهيدي الطريقة بيستوي بسرعة وبيصير يقرقش كمان. يمكن بتشوفوه انه طبق بسيط، بس بيخلينا ناكل منه أكتر من مرة. وبس ما تكونوا قادرين تفكروا بأي شي تاني، حضروا هيدا الطبق. وأنا بأكد لكم إنه الولاد رح يحبوه كتير. هو نباتي 100% وأكيد رح يعجب الكل. اكتبوا المكونات وطريقة التحضير. لتحضير هالطبق نحن بحاجة ل بصلتين مقطعين جوانح، 5 روس بندورة مقطعين شرائح، 3 قطع خبز أسمر طري، وملعقتين زيت كبار،
نص ملعقة صغيرة حبوب كمون، ملح حسب الذوق، ونص ملعقة صغيرة من بودرة الفلفل الأحمر الحار، وملعقتين سكر صغار، وزبدة حسب الطلب. منحمي الزيت بالمقلاية، منحط حبوب الكمون، وبس يتغير لونه منزيد البصل ومنحركن، منزيد بندورة، ملح، فلفل حار، ومنحط السكر ومنخلطن. منقص الخبز، منحط شوية زبدة، خليط البندورة والبصل، منحطن على المقلاية فوق قطعة زبدة صغيرة، منقلبن لحتى يتحمصوا وبيتقدموا سخنين. بعد الفاصل رح نحضر طبق النودلز باستا سريعة التحضير. كنوز خانة بيرحب فيكن عن جديد، ومثل ما لاحظتوا حلقتنا اليوم كتير خاصة وعم نحضر أطباق خفيفة، أطباق فيكن تقدموها للولاد بس يرجعوا من المدرسة، وين ما راحوا الولاد بس يرجعوا على البيت رح يكونوا كتير جوعانين. أكيد عم تسألوا شو ممكن نقدم لهم. خلونا نحضر هالشي سوا. رح نحضر النودلز، أكلة بيحبوها كتير الولاد. رح نستعمل النودلز اليوم لحتى نعمل الباستا. خلونا نشوف شو فينا نعمل. نحن بحاجة للبصل وللثوم. هلأ ناخد البصل ومنقطعه ومنحطه بمكانة الفرم. بدنا نزيد له كمان الثوم، لكن حطينا البصل، وهلأ منجيب هيدي الكمية من الثوم. نحن هلأ فرمنا البصل مع الثوم، لازم نحط زيت زيتون بالمقلاية لحتى نقلي فيهم البصل والثوم. أول شغلة البصل والثوم بدنا نقليهم لحتى نعمل صلصة، وهي صلصة النودلز باستا. أنا عندي شي هون جاهز وهو النودلز، كمان كنت محضر هون الطنجرة وحاطت فيها مي لحتى نسلقهم، وهيدا النودلز صار بالمي. هلأ الأفضل تكون المي كتيرة، هيدا البصل استوى، ما في لزوم إنه نحنا نقليه كتير لأنه أصلاً ما في عنا كتير وقت. بدنا نزيد هلأ البندورة، وراح نحط فوقهم صلصة البندورة ومنحركن، وهلأ بدنا ننطرن لحتى ينطبخوا. منحركن ومنخلطن منيح. بدنا نطل على النودلز كمان، فمنترك الصلصة على النار. رح نزيد ملح حسب الذوق، وكمان إذا بدكن بهارات فيكن أكيد تزيدوا يلي بدكن إياه. رح نزيد هلأ الفلفل الأحمر الحار والمدقوق. خدوا بعين الاعتبار إنه محضرين هيدا الطبق للولاد، ما تكتروا الحر. أكيد لازم تخلطوا المزيج منيح. النودلز على النار، ما تسلقون كتير. خلينا نشوف إذا استووا هلأ. صاروا النودلز جاهزين، لازم نشيلهم عن النار ولازم نصفيهم من المي بهيدا الشكل، كتير منيح. بهيدا الوقت نحن منروح على الصلصة ومنزيد عليها شوية أعشاب مجففة، وكمان خلطة الحبق، وأكيد ما مننسى الزعتر البري. منزيد النودلز على الصلصة ومنحركن بالملعقة لحتى ينخلطوا كتير منيح. منخلط الصلصة مع النودلز على طريقة خلط المعكرونة. حسيت صارت ناشفة شوي، منزيد لها شوية مي، وهلأ منحرك، وطبعاً منخلطها كتير منيح مع بعضها قبل ما نقدمها. الطبخة خلصت، ورح حطها بصحن غميق. هيدا الصحن صار جاهز لنقدمها فيه. بدي جيب الملقط لنقدر نصبها بالصحن. هيدي الصلصة طيبة مع المعكرونة يلي بدها وقت أطول من النودلز لتستوي. النودلز تحضيره أسرع وأسهل كمان. النودلز باستا سريع التحضير، وهلأ منسكبن بالصحن. ما خلصنا بعد. ما تجربوا ولا مرة بحياتكن أنو تقدموا شي ناقص. هون لازم نزيد الجبنة، منبرش على وجهن الجبنة، وصار الصحن جاهز للأكل. الأولاد رح ينبسطوا، وأنتو كمان.
طب المكونات وطريقة التحضير. لتحضير هالطبق نحن بحاجة ل 200 جرام نودلز، كباية ونص بندورة مفرومة، نص كباية من صلصة البندورة، ملعقة زيت كبيرة، بصلتين مفرومين، 10 حصوص ثوم مفرومين، ملح حسب الذوق، ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مسحوق، 6 طرق حبق، نص ملعقة صغيرة زعتر بري مجفف، وربع كباية جبنة مبروشة. منسلق النودلز بمي وملح وما منتركهم يستووا كتير ومنصفيهم. منحمي الزيت، منحط البصل والثوم، منزيد البندورة وصلصة البندورة ومنطبخهم. منزيد الملح والفلفل الحار وبنخليهم على النار. منزيد الحبق والزعتر البري، منزيد النودلز وبنخلطهم كتير منيح. بس نخلص منرش الجبنة المبروشة ومنقدم الطبق. بعد الفاصل رح نحضر طبق أوبما بالخبز المهاراتي. غير الأكل، أكتر شي بيحبوه الولاد هو المطارح الحلوة. نعم، بالإضافة لوصفات كتير طيبة. اعطوا ولادكن فرصة لحتى يستمتعوا بوقتهم. بتشوفوا إنه ولادكن رح يجي نهار ويقولولكن بدنا ناكل خبز محشي، بدنا ناكل نودلز، ورح يطلبوا هالأكلات مرة تانية. بنهاية حلقتنا رح نشوف شو هي نصيحة الأسبوع. خليكن معنا. كيف منعمل أوبما بالخبز المهاراتي؟ منحمي ملعقة زيت صغيرة بالمقلاية، منحط ملعقة صغيرة من حبوب الخردل، شوية صمغ نباتي، بصلة وسط مقطع جوانح، ومنزيد راس بندورة مقطع لشرحات، منقليهم لمدة دقيقة، منحط ملعقة فول سوداني محمص، فليفلة خضرة، ملح، نص ملعقة فلفل أحمر حر، ربع ملعقة عادي صفرة، ربع كباية مي، منطبخهم لمدة دقيقة، منقطع الخبز ومنزيده على الطبخة، حركون منيح وتركون على النار لمدة دقيقة، زينوا الصحن بملعقة كزبرة وصار الصحن جاهز. أكيد ولادكن رح يأكلوا كل شي بتعملوه بالبيت إذا طبختوه بحب ومن قلبكن. صدقوني الولاد بحبوا التنوع بالأكل، ونحن منعمل الأكل زيتها كذا مرة، وأول ما يحبوا أكل منن منصير دايما نحضرلن إياها. بس الأفضل تقدمولن مجموعة متنوعة. اهتموا بيلي بفضلوه وهن رح يعملوا يلي بتطلبوا منن. المطلوب شوية جهد زيادة. اسمعوا، أنا عندي حل. اعملوا ليحة بأكلاتهم المفضلة وخلوهم يمضوا عليها كلها، وهيك بتكونوا ريحتوا راسكن. لا أنا عم بمزح، مجهود صغير، وكونوا أكيدين إنه ولادكن رح يسمعوا دايما كلمتكن. الولاد ما بيتزمروا كتير، نحنا منخليهم يكونوا هيك. فكروا بالموضوع. هيدا كل شي لليوم. أنا بودعكن.